لفهم يا كديرين كل شيء مزيان وزاري بيان. دخلنا في صلب الموضوع نيشا. كنا نورمالمون ياسمين عندها كونترول في الطبيبة اللي بتبع معاها. مشات عندها واول يوم اصلا صح كان شاد الوجع كان كيشد الوجع ويمشي يشد الوجع ويمشي يشد الوجع ويمشي. المهم انا تما كتشوفوا راني حوايج الخدمة نورمالمون كنت كنحضى حتى غتسالي وغنرجع لعندها. دابا عيطت لي ياسمين قالت لي انا قلت لها دابا نمشي للكلينيك باش ولدي. دابا انا غادي طاير عندها باش نهزها من الطبيب ديال الكلينيك مازال ما عرفتش شنو كاين, مازال ما عرفتش كيفاش غتولد, مازال ما عرفتش والو. خليت الروينه كامله اللي عندي في الكراج تحرفت. المهم جيسبيغ يكون خير ودعوا معايا يكون خير ان شاء الله. عرفتي ملي لا فيغيت عندي كتكون شي جوشيه كتجي رافله شحال من لعيبه مكتكونش دار بلا حتى في طوام غادي كنخصني نكون نهبط معاها البلوك فهمتوني. كنا معولين غنجيو غندويو في هادشي. دابا تشد الرجع اليوم اصلا كنا كنتسناو سميتو تكون لافوا باس. مي هي لا فيغيتي كلشي تقاد لها الا 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 سوف كو لو بيبي بحال قلتو على خير تبارك الله. بون دابا اون فان كونت قالك ما نقدرش ندخل معاه انايا. مي كنتسنى الطبيبة نشوفو ديك الساعة شنو كاين, واش سي سا بوسيبل اني ندخل معاه ولا سي با بوسيبل. دخت ولا تدخت كتعالجو اخويا قبل ما تولد ياسمين. كتعالجو قبل ما تولد ياسمين بعدا كون بعداك لينا وطلبوا معنا الله يفكوا حيلا على خير. حنا كنتسناو بواحد اليوم شو هازين وليدنا ان شاء الله باذن الله. خلينا واش كاين ان شاء الله. تشوق عليه واحد البلان دابا راه عالم. جاو عندي ياسمين هما قالوا لها زيدي تحبطي وكتشوف فيها هبط. قالوا لها تحت نشوفك طبيب ولا عيبات صافي. جات تبع لنا نقول لخدمة بدا فين نديها. قالت لي راه يشوفها الطبيب ولا عيبات. قلت لها واش تقدر نهبط معاها. قالت لي بغيت تهبط تسنى انت تهبط تسنى صافي هبطنا كاملين انت. فانا جالس واحد جوج دقائق قلت لها انا قلت لها اش كديروا هنا راه ممنوع على شوية خلوني شنو ندخل معاك في لوبيراس والله. قلت لي خدنا تاجي ودون على السور.
زف اشي خرج راه ما كناش متوقعين هادشي اليوم كاع كيما عرفتيش شنو دير هاد اليوم مؤخرا كامل كتنين لا البارح كنت واعد البارح في الوجع خلطتني كامل ولدك انا تصرعك عندي مع الزياد واحد معاه انت ما تقطع والله كاع قطع انا بيزيد ما قلت لك شي حاجه صافي ما قراك بقى جميع الوضع اخبارك اليوم بقى حال ما حتى شي وحده دلي حتى غنسالي معاك انا مشي اختي خصنا نكمل السيده طونبيرات داخل ما عرفتش
الله.